السلام عليكم ومرحبا بكم. لا رسالة تاع اليوم راح تكون بزاف بنينة. راح نديرو هاد التحلية اللي راكو تشوفو فيها بالكاكاو. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، واذا عجبتكم الفيديو ما تنساش ديروا لنا جيم. السلام. ونروحو مباشرة نوجدو الكيك تاعنا. هنا نسحقو 4 حبات تاع البيض، 150 غرام تاع الفارينة، و 100 غرام فارينة، و 50 غرام كاكاو. ونسحقو 100 مليلتر اللي هي نص كاس تاع 200 مليلتر تاع الزيت عادي، ونسحقو واحدة خميرة الحلويات. وهنا نجيب ريسيبيون ونكسر فيه 4 حبات تاع البيض. ونزيد عليهم رشة تاع الملح، ونزيد عليهم كمية تاع السكر اللي هي 6 مغارف بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الميزان. هكذا ونزيد عليهم شوية ليكستري دو فاني. ونضرب هاد المكونات بالباتر كيما نطلعو اون جينواز حتى وين يضعف الحجم تاعو ويبيض هاد الخليط. هكذا وغير يبيض مليح هذا الخليط، نروح نزيد عليه كمية زيت تدريجيا. هنا الزيت نزيده غير بشوية وانا نخلط. ودوكا نجيب الفارينة والكاكاو ونزيد عليهم كيس تاع خميرة الحلويات لاليفير شيميك. ونخلطهم مليح بالمغرفة. ونروح نضيفو على الخليط الاول، نزيدو على زوج خضرات. دونك هنا لازم نغربل هاد الفارينة والكاكاو وندخلهم تدريجيا في بلاسباتول بهالطريقة حتى وين يولي هاد الميلونج اوموجين. فوالا، وهذا هو الخليط اللي راح نتحصلوا عليه. دونك هنا انا راح نزيد لهم شويه تاع لي بيبي شوكولا، وهذا اختياري. انا زدت لهم واحد 3 مغارف كبار. ونعاود نخلط مليح هاد المكونات.
وهنا راح نستعمل هاد لي مول جو طابلون بابي. دونك هاد المول فيه 15 سنتيمتر على 20، وهاد الكمية اللي خدمناها راح تكفي لي هاد لي دو مول. ونجيب هذاك الخليط ونعمر لي مول تاوعي. دونك هنا المول نعمروه للنص فقط هكذا، ونزيد نعمر المول تاني. ونحركهم هكا شوية باش تتوزع مليح هذيك لاباط في المول تاعي، ونزيد نضربهم هكا شوية باش نخرج كامل الهواء اللي يكون فيهم. فوالا شوفوا هنا كيفاش يكونوا معمرين بالهواء. هكذا نضربهم شوية، ونكون سخنت الفرن على 180 درجة وندخلهم يطيبوا حتى وين تنشف لاباط. ونروح نوجدوا لاصوص اللي تندر من الفوق. هنا راح نستعمل علبة كاملة تاع نيسلي حليب مركز هكذا اللي فيها تقريبا 400 غرام، ونزيد عليها زوج مغارف كبار تاع الكاكاو، ونخلط مليح هاد المكونات. بهذه الطريقة، ونزيد عليها نص كاس تاع لاكريم فريش 100 مليلتر هكذا، ونعاود نخلط مرة واحدة أخرى. هكذا ونحطه فوق النار غير يبدأ الغلية الأولى نطفي عليه. هنا فوق النار لازم نبقى نحرك. فوالا، وهذا هو الصوص تاعي بعد ما وجد. نخليه دو كوتي. وهذا هما لي دو كيك تاعنا بعد ما طابو. دونك هنا اللي حب يشرب الكيك تاعو يقدر يشربو، سينو يخليه كيما راهو. وباش نعرفو بلي الكيك تاعنا طاب، نتاستيو بالكيردون بهذه الطريقه، كي يخرج ناشف معناتها راهو طايب. هكذا ونروحو نزيدو عليه لاصوص اللي خدمناها مقبل. هكذا ونفرغ لاصوص كامل على لي كيك تاعي. هاد لاصوص فريمون بنينه بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها. ونحاول نسوي لها السطح تاعها بالمغرفه بهذه الطريقه. وبعد ما سويت لهم السطح تاعهم، نروح نزينهم شويه بلي بيبي شوكولا. وهنا التزيين بيان سور اختياري. وهكذا نكون وصلنا لافان تاع لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هاد التحليه، ونتمنى ان شاء الله تاني تجربوها وتعطونا رايكم. ويلا عجبتكم لا فيديو ديروا لنا جام، واللي ما ابوناش يابوني معنا. ودوكا بقى لي غير نفتح لكم من الداخل بالمغرفه باش تشوفوا كيفاش جات. والسلام.